الراديو 90 هواها مصر. طبينا نبدأ من الأول. بيقول لك خاف المصريين من الحسد فكانوا يتجنبوا الناس اللي هو من وجهة نظرهم الناس دي بتحسد والناس دي عندها عين خارقة حارقة. كانوا المصريين منذ القدم لما يخافوا من عين تحسد الأكل لو حد دخل عليهم يقولوا الطعام المحسود ما يسود، وحاول الناس اتقاء الحسد بشتى الطرق، فكانوا بيلبسوا الأطفال الخرز الزرقاء اعتقاد منهم انها بتقيهم اذى العين، وكانوا بيستعينون بالتعاويذ المكتوبة والاحجبة علشان اعتقدوا بقدرتها، قدروا يعني اقتنعوا بقدرة الشابة البتاع الشابة دي اللي بتستعمل دي، معرفش عند الحلاقين، قالوا انها بتدرق مخاطر العين، فكانوا بيحرقوها مع البخور فتبدأ تتنفش وتعمل اشكال، فيقولك دي عين فلان ودي عين علان. رقيتك من العين الغرزة زي المسمار، رقيتك واسترقيتك، رقيتك من الشبشب والصندل والحنجل والمنجل، رقيتك واسترقيتك من كل عين حاسد، والكلام اللي كان بيتقال ده بقى زي ما انتوا عارفين. كمان كان المصريين قاموا بعمل اختراع العروسة، حاجة بتتعمل شكل مقصوص كده من الورق على شكل عروسة، وتفضل الأم تخرم فيها بالإبرة وتقول رقيتك من عين حمادة وعين فتكات وعين عدلات وعين مش عارف ايه، وكأنها بالعمل بالطريقة اللي بتعملها دي يعني زي نقوله كده بتفقع عين اي حد وبتبعد الشر عن ابنها بالرقية اللي بتعملها عن طريق العروسة. كانت النهاية طبعا بعد العروسة ما يتعمل فيها الخروم بالإبرة والحاجات دي كلها لازم تتحرق علشان العيون كلها تتحرق. حازت التعاويذ ثقة الناس فاعتادوا الذهاب للمشعوذين للحصول على الحجاب لمنع الحسد ووقايتهم من الأمراض والجلب الحبيب والدفع الكراهية. الموضوع وصل لإيه؟ إن رؤوس الأبقار يعني اللي عنده جاموسة وخايف عليها كان بيعلق على رأسها أو رقبتها أو ودنها تحديدا حاجات تمائم، كان من ضمن التمائم الغريبة اللي انت ممكن تضحك لما تسمعها فرد أحذية أطفال تتعلق في ودن الجاموسة، ده من باب حفظها من الحسد. الأم المصرية كانت سيدة التعاويذ الحقيقة لأطفالها صباحا ولزوجها وهو خارج خوفا عليه من أي عين حاسدة. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، تروح وترجع بالسلامة يا تسيد، ويجعل في وشك وهرة وسبحانك السكرة يا رب. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، إلهي وانت جاي يفتح لك الأبواب المقفولة يا تسعي ويغنمك السلامة يا رب. مش عايزة حاجة من بورسعيد؟ عايزة سلامتك يا تسعي، تروح وترجع بالسلامة يا تسعي. وهذا هو حال الأم المصرية قديما في رقية زوجها من أي عين حاسدة لي في خروجه. طب أمينة كانت بترقيه من شر النفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، لكن كان زي ما بنقول في طرق أخرى للوقاية من الحسد من وجهة نظر المصريين أو الناس قديما. في وسيلة حازت على ثقة الناس جدا قديما في الهروب أو في الهروب من الحسد والهروب من أي خضة يتعرض لها الشخص، وكانت مرتبطة أكتر بأن حد يتخض أو يتعرض لموقف فيه خضة فيعملوا له إيه؟ الطاسة السحرية. الطاسة السحرية سميت بطاسة الخضة، هي عبارة عن طاسة شكل طاسة صغير من النحاس الأحمر مدون عليها، بعضها كان بيدون عليه تمائم غير مفهومة والبعض الآخر كان بيدون عليه المعوذتين. اعتقد الناس في قدرتها على شفاء الأمراض وطرد الأرواح الشريرة، وأطلق عليها في البداية طاسة الخضة لأنها كانت تستخدم في علاج الأمراض العصبية أو أي حد تعرض لموقف في خضة كانت تستخدم في علاجه. المفروض أن هما ده اللي كانوا بيعتقدوا أو معتنقين الفكر ده. بعد كده شملت أمراض أخرى، تسمم ولسعة الحية والعقرب والصرع والمغص، كل ده بطاسة الخضة. يعني ايه بيعملوا بيها ايه بقى؟ كان بتيجي طاسة الخضة، طاسة صغيرة كده من النحاس زي ما قلنا، ويتحط جواها مية وتمر أو حليب وتمر،
ويسيبوها طول الليل في الطل، يعني في مكان مكشوف كده فوق السطوح مثلا بتاع البيت او هي في سطوح البيوت المصريه يعني، والمفروض انها تتساب طول الليل علشان يسقط عليها ندى الليل. وفي الصباح الباكر بيتعمل ايه بقى؟ بياخد المريض هذا المستحضر ويشربه، سواء التمر بالماء او التمر باللبن مصحوب بقطرات الندى اللي سقطت عليه طوال الليل. وكمان بيتاخد جزء من المية، بيبقى جزء مركون في جنب، وبيستحمى بيه الشخص المصاب بالخضة دي. وبعض الناس كانت بتصر ان الحمى يكون في الهواء الطلق في الفجر علشان الخضة تروح من جسمه خالص. يبقى هي كان فيها جزء اكل تمر ولبن ومية وقطرات ندى، وجزء خاص بالحمى في عز البرد الفجر. حتى ده انت لو في الصيف يا اخي، في فجر الصيف برضو الواحد يطلع مش عارف اقول ايه، بيطلع فوق صح يستحمى ولا ايه، ولكن هو كان لازم، ده معتقد ولازم يتم. من المعتقدات الغريبة الخاصة بالحسد برضو كانت ان العين المصابة لا تغسل بالماء نهائيا، لان ده بيؤدي لفقدان البصر، والعيون تشفى باخذ قطعة من طمي النيل والعبور بها للضفة الاخرى والقائها هناك. حاجات يعني غريبة جدا. احنا بنقرأ من عادات المصريين للوقاية من الشرور، كتبته أستاذة شيرين صبحي. طيب احنا وكان زمان فاكرين يعني سمعتوا اكيد كلمة يعني أنديل أم هاشم، الفيلم الشهير جدا، ان كانت الناس اللي عندها تعب في العينين يروحوا ياخدوهم وياخدوا من زيت الأناديل. الأناديل ده المصابيح، تخيل الزيت اللي بيقع منها والحاجات دي، ويحطوه في عينين الأطفال على أساس ان ده فيه شفاء ليهم. تخيل ان ده ممكن يتعمل، وفي الآخر الأطفال يفقدوا بصرهم ويتقال لك أصل الست غير راضي عنهم. والمصريين لا زالوا مصرين، وأنا بتكلم عن المصريين لأن من حكم حياتنا إن الخرزة الزرقاء تمنع الحسد. مفيش يعني لو عملت إحصائية كده بين كل 10 عربيات هتلاقي عربية أو ممكن 2 معلقين خرزة زرقاء، وهتلاقي بيوت معلقين الخرزة الزرقاء. بيؤمنوا بده ودورها في جلب الحظ، حتى إن جزء من الخرافات أصبح روتين في حياتنا، إن الخرزة الزرقاء أنت مش عارف هي موجودة ليه ولكنها موجودة وخلاص. البعض كان من زمان بيعمل حاجة اسمها الدق على الخشب لتجنب الحسد، والبعض بيخاف من انه يحط شنطته على الارض، يقولك لا ده فيها سوء حظ. القطط السوداء البعض شايفها انها فعل سيء وشايفينها انها نحس. الخرافات يعني زي ما قلنا كانت في الاول خرافات ولكنها اصبحت عادات. وممكن تسأل طب انت بتعمل كده ليه؟ يقولك معرفش، هما بيعملوا كده فانا عملت. طب تعالوا نروح لروسيا. روسيا ممنوع تصفر في البيت لان شايفين ان ده شيء وفعل سيء جدا ان انت تصفر في بيتك. ممنوع تترك الحذاء مقلوب، مش عندنا احنا بس، طلع في بلاد اخرى، ولكن مصر هي من اطلقت هذه البدعة وهذه الفكرة وقال لك ما تقلبش الحذاء بتاعك. وتسمع بقى تفسير كتير، يقولك اصله كده مقلوب في وش الملائكة، حد يقولك لا اصله هو كده الجن لو شافه هيلبسه هو. تسمع حاجات غريبة جدا. إذا كنت في الهند خلال كسوف الشمس خليك في بيتك، لأن هناك في اعتقاد منتشر جدا إن أشعة الشمس هتكون قاتلة، وهتكون مش مجرد أنها مؤذية صحيا، لا هتكون فيها سحر وشر كثيف جدا يصيب الشخص المار في أثناء كسوف الشمس. طيب نروح لتركيا، وفيها عادة غريبة جدا فيما يخص العادات والطقوس العجيبة، قص الأظافر ليلا يجلب سوء الحظ. لو انت في الفلبين فاعرف انك لو قصيت لو لبست احمر وفي عاصفة في الجو، اعرف ان انت هتصيب البيت كله باللعنات. في رواندا ممنوع الستات تاكل لحم الماعز لان ده بيطلق ليها اللحية. لو بنت كلت ده في رواندا، ده عندهم الاعتقاد ده ان البنت اللي تاكل من لحم الماعز هيطلع لها دقن على طول. طيب في صربيا رش المية بيجلب الحظ السعيد. عندنا هنا رش المية عداوة. في اليابان لو سقط منك زجاجة مية أو زجاجة عصير أو أي مشروب بالخطأ واتكسرت، اعرف ان انت حظك سعيد.
في بعض القبائل الهندية البيض يقي من الحسد. إذا عايز تبعد عن الحسد من وجهة نظرهم لازم تخلي دايما في مدخل البيض أو مدخل البيت سلة من البيض لتقي البيت من أي حساد. طقس يعني فكرة غريبة جدا، لو لسه مخلف طفل صغير أو حد وحد باسه يعني من خده وجات يا سيدي غلطة وباسه من بقه غلطة، يقولك لا أنت كده هتخليه يسيل لعابه بالبلد يريل على نفسه هو كبير. في كوريا الجنوبية الموضوع الطفل ده، عندنا في مصر كوريا الجنوبية تشغيل المروحة بالليل يقتلك في الصباح، دي خرافة منتشرة هناك، وعلشان كده ممنوع المراوح تشتغل ليلا لأن الشياطين تقتلك في اليوم التالي. لو انت في روسيا وشفت بالصدفة جردل فارغ حاول تملاه بالمية بسرعة سريعا جدا قدر الإمكان. ليه؟ لأنك لو ما مليتوش كده يومك هيتدمر ويومك هيكون فاضي زي الجردل الفاضي ده بالظبط. في إيطاليا عندهم الشخص اللي بيمشي لأي سبب، العكس ساعات أنت تحب تمشي بظهرك كده الحالة تجيلك، يقولك لو مشيت للخلف ده فال وحش جدا لأن حياتك كلها هتمشي بالمقلوب. حلوة الجولة دي وقلنا شوية حاجات دمها خفيف. يلا بينا يا معلمين، خليكم معانا في كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. أنتم لازلتم معنا شوية ونروح على طول بعد الأغنية دي لكلام في الماضي وذكريات الماضي الجميلة.